جورج خباز يخرج عن صمته ويعلق على أنباء علاقته العاطفية بكريس بشار، ما قاله سيفاجئ الجميع. جورج، أنت منو؟ أنا جورج خباز، ممثل وكاتب ومخرج. تصدرت علاقة الفنان اللبناني جورج خباز وزميلته السورية كريس بشار الترند على وسائل التواصل الاجتماعي بعد انتشار أخبار عن علاقة حب جدية تجمعهما بعد مسلسل النار بالنار الذي جمعهما خلال الموسم الرمضاني الماضي. وفي التفاصيل، خرج جورج خباز عن صمته وعلق على الأنباء التي انتشرت في الأونة الأخيرة حول دخوله بعلاقة عاطفية مع الممثلة السورية كريس بشار. وشدد جورج خلال حديث ضمن برنامج كل يوم بيومه على الصداقة المتينة التي تجمعه بالممثلة السورية، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه خلال السباق الرمضاني، وقال ضاحكا: أنا متواجد في تونس للعمل، يا ريت الأخبار صحيحة، أنا على علاقة صداقة متينة مع كريس. وكان الحساب الرسمي لقناة وان تي في اللبنانية قد نشر خبر دخول خباز في علاقة غرامية دون ذكر اسم كريس بشار، وجاء في المنشور: علمت مصادر تلفزيون وان أن قصة حب تجمع الفنان جورج خباز وممثلة عربية شهيرة، حيث شهدا معا في منطقة البترون، لتتم الإشارة من قبل المتابعين إلى أن المقصودة كريس بشار. ماما بدها سهر إلها؟ بدها سهر إلها؟ عم تسألني ماما أنا يعني؟ ماما وكانت قد انتشرت أخبار حول علاقة الحب بين جورج خباز وكريس بشار من قبل الصحفي اللبناني إلي مرعب عبر حسابه الرسمي على تويتر. وفي التغريدة التي حذفها، أشار مرعب إلى أن هناك علاقة حب جادة بين جورج خباز وكريس بشار، وأنهما لا يمثلان فقط علاقة حب كما في مسلسل النار بالنار، بل يليقان ببعضهما البعض في الواقع، إذ كتب: الحب بالحب، علاقة حب جدية، ومش بس بمسلسل النار بالنار، تجمع جورج خباز وكريس بشار صراحة لابقين لبعض. إلا أن مرعب قام بحذف التغريدة بعد ساعات من نشرها، ما دفع الجمهور إلى التساؤل ما إذا كانت مجرد إشاعات.